أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بمدام محاسن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مدام. ميرسي. أهلا وسهلا. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى منك بداية تعرفينا المزيد عنك وعن بدايتك مع المجال. Thank you. أول شيء أهلا وسهلا فيكم. أنا اسمي محاسن، عمري 24 سنة، من المغرب، عايشة بدبي. هلأ عندي my business اللي هو محاسن ليدي سالون، فهيدا هو شغلي هلأ أكثر شيء. ممكن تخبرينا على الخدمات اللي بتقدموها بالصالون؟ كيف تميز صالونكم بتقديم هاي الخدمات؟ نحن صالوننا بعتقد أنه عنده معظم الخدمات اللي هي شعر، ضفير، مكياج، واكسينج، تريدينج، فيشل، ايبرو لامينيشن، ايلاش اكستنشنز. اكيد لكل سيرفيس نحن بنعمل كل الديتيلز تبعه، يعني شعر، هايلايتس، صبغات، اكستنشنز بكل الانواع تبعها، كمان ضفير، اكستنشن العادي، الاونلي كليننج، نعمل كل شيء. مدام، من خلال النجاح الرائع اللي وصلتوا له، شو رؤيتكم وشو خطتكم المستقبليه؟ ان شاء الله نحن اكيد ودي نوسع بدبي باكثر من فرع ان شاء الله، وليش لا نتوسع كمان للدول العربيه. من خلال الخبره اللي اكتسبتيها كرائد اعمال، شو بتنصحي رواد الاعمال الجدد اللي عندهم طموح يبداوا عمل خاص فيهم داخل دوله الامارات؟ اكيد بنصح كثير اذا بدهم يبلشوا بدوله الامارات، لانه اكيد بلد تحقيق الاحلام. واكيد بنصحهم اول شيء انه يحبوا حالهم ويامنوا بالفكره اللي عندهم اياها كرمال المشروع، واكيد هذا الشيء بيؤدي الى النجاح ان شاء الله. بالنهايه، شو الرساله بتحب توجهها مدام محاسن لدوله الامارات على دعمها وعلى الامن والامان؟ اكيد كلنا مبسوطين انه عايشين بدولة الامارات يلي مأمنت لنا الامان والفرص لتحقيق اهدافنا واحلامنا، فاكيد شكر كثير لدولة الامارات على هيدي الفرصه. بالنهايه، ممكن تخبرينا وتخبر جميع السيدات اللي بتابعوكي كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ اكيد نحن صالوننا عنا على كل السوشيال ميديا طبعا، بس يكتفي انهم يكتبوا اسم الصالون على السوشيال ميديا، على انستغرام، تيك توك الى اخره، بيطلع لهم اكيد الرقم التواصل تبعنا واكيد الايميل وكل الديتيلز. نحن اكيد موجودين باماره دبي، بند الشبا، منطقه الميدان، عزيزي ريفيرا، بيلدينج 13. واكيد فيكم تلاقونا دائما على جوجل مابس، فيكم بس تكتبوا الاسم حيطلع لكم اللوكيشن اكزاكتلي. وطبعا تلاقونا على السوشيال ميديا، طبعا محاسن ليدي سالون هو الاسم، حتلاقوا رقم الموبايل وكل التواصل تبعنا على السوشيال ميديا. شكرا جزيلا مدام محاسن، ونشكر جميع طاقم العمل في الصالون، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. ثانك يو كثير لكم، وميرسي كثير على استضافتكم. اهلا وسهلا. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي امان الله.